لو الحكاية فيها إن فيتو الله عالم وحب أفكرت وأدركوا إن في واحدة من برأي الشخصي من أنبل المناضلات وأنبل النشطات مهددة بالحبس سنتين هي المناضلة والزميلة والرفيقة مجنوب المصري من اسكندرية ويمكن النهارده اليوم العالمي للمرأة يعني نفتكر يعني ان قضية اسكندرية صحيح فيها مجنون ومهددة بالحبس انما فيها كمان حوالي 9 من نشطاء من اسكندرية وانا طلب مني ان انا اتكلم عن القضية دي والحقيقة مش انا لوحدي بيكون ليا الشرف ان انا اكون محامي مجموعة اسكندرية لو كان في محامين تانيين زي الاستاذ حمدي خلف والاستاذ طارق عبد العالم وعدد كمان من محامين اسكندريه التانيين دور كبير جدا في عدد كبير من القضايا اللي بتعرض ليها النشطاء في اسكندريه بالظبط زي القاهره. والقضيه باختصار هي نموذج ومثال على يعني ازمه جهاز العداله في مصر. زي ما كان قال الاستاذ سيف كده حوالين الحبس الاحتياطي وازاي تحول الى ان هو بقى عقوبه. انما الحقيقه انا كنت من انصار التصحيح للنشطاء ان المقبوض عليهم ما اسمهمش معتقلين وان احنا لازم ندقق في الفاظنا علشان ما نديش فرصه للاخرين ان هم يقولوا ان احنا يعني ما بنستندش الى اساس قانوني. انما الحقيقه الواقع الحالي هو الوصف الصحيح قانونا ليه هو الاعتقال. انا رايي الشخصي انا غيرت وبعتذر لكل زمايلي اللي كنت بقول لهم ما تقولوش معتقلين وقول مقبوض عليهم انا بعتذر لهم وبقول لهم ان الوضع الحالي هو اشبه بالاعتقال وتحولت مذكرات الاعتقال اللي كانت تصدر بقرار اداري من وزير الداخليه حل محلها محاضر تحريات من وزاره الداخليه او من المباحث في جهاز الشرطه وللاسف النيابه العامه شريكه في القرارات الاعتقال دي اللي انا في تقدير ان هي اعتقال وده حقيقه ده مش كلامي انا بس يعني ده مش الوصف اللي انا قلته بس ده الوصف ده هو اللي قاله رئيس الجمهوريه اللي هو بالاساس قاضي لما اتكلم على ان هو ناشد النائب العام بمراجعه حالات المعتقلين في مصر هو الحقيقه وصف دقيق جدا للحالات القبض اللي هي وتصل الى حالات اعتقال. اللي حصل في قضيه اسكندريه هو اللي كان فيه مظاهره لعدد من النشطاء للتضامن.